استعراض عسكري مهيب للحشد الشعبي العراقي في ذكرى تأسيسه الثامنة، رسائل هامة حول القدرات والإمكانات للداخل والخارج. ماذا عن الإنجازات والتحديات لقوة صنعها العراق من رحم الشعب لمواجهة الإرهاب؟ كيف يتعامل مع التهديدات الأمنية والسياسية وتعقيدات الحياة الحزبية؟ وكيف يرى دور العراق في الإقليم؟ رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض ضيف لعبة الأمم، يأتيكم من بغداد الأربعاء الساعة 9 مساء بتوقيت القدس الشريف.